عليكم، اهلا بيكم من جديد. انا موجود لسه في محطه جوانجو ساوث ريلوي ستيشن. انا بوريكم المنظر من فوق عامل ازاي لمحطه القطر. تقريبا حوالي ما يزيد عن 15 رصيف تقريبا، كل رصيف ليه القطر بتاعه، ده اللي هو سي ار اتش اللي هو تشاينا ريلوي هاي سبيد ترين سي ار اتش، وده القطر الحديث الصيني اللي هو بيسير على سرعه 350 او 400 كيلو في الساعه. زي ما انتم شايفين كل حاجه مرتبه ومنظمه، الناس منظمين جدا رغم العدد الكثافه الكبيره، ولكن كل حاجه منظمه ومرتبه. قبل كده انا اعتقد جبت لكم القطر من جوه عامل ازاي. ده القطر السريع، كل حاجه حتى الرصيف موجود عليه الرقم، هتقف على رقم كام، هتخش من باب كام، عربيه كام، الكلام ده كله. دي التيكت اهي بتاعتي، دي التيكت بتاعتي اهي دلوقتي، حتى مكتوب عليها اسمي هيثم طلحه. إيه لو قلنا انا دلوقتي مفترض على عربيه 6، دي عربيه 6 اعتقد، دي عربيه 6 اهي دلوقتي. والكرسي بتاعي 6 دي، دي عربيه 6 اهي، هخش دلوقتي عربيه 6 وبعدين اخش على الكراسي بتاعتي. زي ما شاء الله زي ما شايفين حاجه، التكييف ده حاجه حافظه للشنط اللي معاه شنطه كبيره او كده. ده شكل القطر من جوه، حاجة يعني أراجة زي ما بيقولوا، يعني حاجة نظيفة. أنا الكرسي بتاعي رقم 6 دي، فلسه هخش قدام شوية. ودي العربية من جوه، الكراسي 3 يمين واثنين أو 3 شمال واثنين يمين. الناس كلها كل واحد بيقعد على الكرسي بتاعه، ما حدش هيقعد على حاجة مش بتاعته. طبعا في شاشات إلكترونية، وبعد كده كلها هتشتغل دلوقتي أول ما القطر يمشي، وبتبين حاجة كمان السرعة بتاعة القطر، وكل حاجة هتلاقيها موجودة على الشاشة الإلكترونية اللي موجودة. هشوف انا رايح دلوقتي 6 دي، الكرسي بتاعي 6 دي، تمام 6 دي اهو. كان حظي حلو كمان هتقعد جنبي او هقعد جنب واحده لذيذه كده. ده 6 دي الكرسي بتاعي اهو، هقعد انا على كرسي 6 دي، وده حتى كرسي ممر يعني. ده شكل القطر من جوه، زي نظره عامه على القطر من جوه، زي ما حاجة بصراحة نظيفة جدا جدا. طبعا هنا التحرك بالثانية بالثانية، يعني 10:38 المغادرة بتاعتي، 10:38 بالظبط. يمكن حتى انا ممكن المحطة اللي انا هنزلها، ممكن انا معرفش ممكن بيقول بالصيني او اذا كان هيقول بالانجليزي، لكن انا هنزلها تخيلوا ازاي. انا عارف ان المحطة بتاعتي هتوصل بعد 15 دقيقة بالظبط او 17 دقيقة بالظبط، المغادرة 38، انا شفت ان الوصول 10:55، فانا 10:55 هبص في ساعتي هلاقي القطر وقف، هروح نازل من غير ما ابص حتى على اسم المحطه ولا اي حاجه، مش محتاج، لان كل حاجه ماشيه هنا. القطر ده بالذات ماشي بالثانيه بالثواني، 10:38 انت لو قعدت معايا لحد 10:38 دلوقتي، وخد بالك ما بننزلش برده، بننزل قبل القطر ب 7 8 دقائق بالظبط. ف 10:38 بالظبط هتلاقي القطر بيتحرك، 10:55 هنزل عشان ده هي ميعاد الوصول بتاع التذكره بتاعتي، ربع ساعه 15 دقيقه بالظبط هطلع من مدينه لمدينه ثانيه. التذكره بكام؟ ب 34 رمنبي، يعني كنا ب 34 جنيه زي ما بيقولوا. بس شايفين الخدمه عامله ازاي زي ما انتم شايفينها، وحاجه يعني بصراحه 10 10، كفايه عليكم كده عشان اكيد هيجي لكم يعني ارتكاريا في الاستاكانياس من اللي انتم بتشوفوه. معلش انا عارف ان بتعب اعصابكم جامد قوي وبتعب نفسياتكم، بس هنعمل ايه، لازم برضو نشوف الدنيا من حوالينا ماشيه ازاي، ونتمنى انها يا رب ان شاء الله تتنقل لبلادنا يا رب ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير مع هيثم في الصين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.